إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فما أحوجنا إلى الاستقامة على طاعة الله، إلى الاستمرار على موافقة أمر الله، إلى المداومة على رضوان الله. عباد الله، إن الاستقامة هي أصل السعادة في الدنيا والآخرة. الاستقامة هي سبب رئيس، بل هي السبب الرئيس في سعادة الإنسان، في التوسيع عليه، في أن يبسط الله عز وجل الرزق على الأمة وعلى القرى المباركة التي تستقيم على طاعة الله، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بل في النص الصريح: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فما يصيب الناس من ضيق وضنك وضيق في العيش وتقدير في الأرزاق ما هو إلا للبعد عن طاعة الله. ولو أن الناس لجأوا إلى الله وسلكوا الطريق إلى توسعته سبحانه وتعالى عليهم بالاستقامة لوسع عليهم، ولكن كثيرا من الناس يختارون طوقا شتى ويبتعدون بها عن طريق الاستقامة، يظنون أنها توسع عليهم فتزداد طرقهم ضيقا ويزدادون هما وغما. عباد الله، الإنسان في هذه الحياة طريقه يجد تلخيصها عند الممات، فمماته يلخص طريقه، فمن عاش على شيء مات عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه. فهكذا يعيش في حياته على الاستقامة، يستمر عليها. ليست الاستقامة تضييقا، ليس الاستقامة عذابا حتى يمله الإنسان، وإنما هي السعادة في نفسها، سعادة بصلتك بالله، سعادة في نجاة مناجاة الله، سعادة في الخشوع بين يدي الله. بل الذل والانكسار بين يدي الله سعادة، ما بعدها سعادة، ولذة ليس فوقها لذة، وحلاوة ما أعظم منها حلاوة. عباد الله، فإذا كان الإنسان على طاعة الله في حياته وختم له بتلك الطاعة، فما أعظمها من سعادة. يسعد في حياته الدنيا ويرتاح قلبه، ولا يستشعر القلق أبدا طالما أنه في طاعة الله. يسعد عندما تأتيه لحظات الموت بالبشرى في قبره، في توسعة قبره وهناءته ونعومته، في قيامه يوم القيامة وحشره، في صراطه وميزانه، وفي جنته. عباد الله،
استقيموا لأننا لا ندري متى يأتينا الأجل. والعبد إنما هو بأجله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان مهما عمل من الأعمال الصالحة ولكنه فتر، ولكنه انقطع، ولكنه مل العبادة وابتعد عن طاعة ربه عز وجل، كان عنده شيء من الشوق فذاب، كان عنده شيء من الصلة فترك، كان عنده شيء من القرب فانقطع، ماذا يتوقع؟ يتوقع أنه يتم الله عز وجل عليه النعيم بانقطاعه. سعادتك لك ثابتة أنت تعلمها إذا كان الله عز وجل يعطي السعادة ويعطي النعم ويسبغ النعم في الدنيا على من ليس من أهل الاستقامة. قد يعطيك من النعم ويعطيك من النعيم وأنت ربما لم تكن مستقيما، أفلا يديم عليك نعمته؟ وعلى الأقل بالرضا في الدنيا في قلبك والقرار للعين وأنت مستقيم. عن أي شيء تبحث يا عبد الله؟ ما هو النعيم الذي تتصور أنك تحصل عليه؟ لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والدين ليس قولا مجردا وليس عقيدة مجردة، بل قول اعتقاد وعمل. قل آمنت بالله، وهذا يلخص لنا أمر العقيدة قولا واعتقادا. ثم استقم، أي اجعل هذه العقيدة وقودا للاستقامة، اجعل هذا القول والإيمان سببا في ثباتك على الدين إلى الممات، حتى يكون هذا الثبات وهذه الاستقامة هي الدليل على ما هو في قلبك، وإلا لكانت كلمة. وهذه الكلمة متى تنفع الإنسان؟ إذا لم تكن معتقدا حقيقيا في القلب. قل آمنت بالله ثم استقم، وإلا فليعلم الإنسان أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء يخلع قلب من ينتبه إلى حقيقته. كلنا يدعو، أما أن يدعوه الرسول، أما أن يدعوه خير الخلق، أما أن يدعوه أكرم الخلق على الحق، كان من أكثر ما يدعو أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أزاغ وإن شاء ثبت. هداه بيده والزيغ بيده سبحانه وتعالى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك كان يقول: يا مصرف القلوب، أو اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، أو ثبت قلبي على طاعتك. وهو رسول الله، وكان يقسم يحلف يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. أفنبعد بها؟ أليس إمام الملة الحنيفية وأبا الأنبياء دعا دعاء عظيما في ذلك الوقت العصيب، حينما عمل عملا فيه طاعة كبيرة عظيمة لله عز وجل، ليس في وقت معصية، ليس في وقت غفلة وحشاه، ولكن في وقت طاعة عظيمة وتضحية كبيرة، يرفع يديه إلى السماء ويدعو ويقول في أثناء دعائه: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ويدعو بهذا الدعاء من؟ ذلك الإمام، إمام الملة الحنيفية.
فماذا بعد؟ أما نخشى على أنفسنا؟ وهنا لا بد من التذكر لأمر خطير جدا، ألا وهو أن من الناس من يعتقد أن الاستقامة تعني أن لا يذل الإنسان، ومكمن الخطورة في هذا أنه لن يستطيع ذلك إذن فيدعه. هذا فهم خاطئ، هذا سوء ظن بالله، أن الله لن يقبل منك إلا أن تكون مستقيما استقامة تامة كما يستحق، لن تستطيع، لا يمكنك ذلك. وإنما الذي يمكنك أنك تستقيم بحيث تسدد وتقارب، بحيث تسدد وتقارب. ولذلك فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام قد بين لنا من خلال أمره لنا ما يمكننا فعله وما هو المطلوب منا، فقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. الأمر واضح، الأمر واضح. ولما ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه وقال له: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فإذا تنبهنا إلى هذه القضية، الاستقامة كما تستدعينا الثبات على الطاعة، والبعد عن المعصية تستدعينا أن لا نغالي، أن لا نفرط، أن لا نحاول تحقيق ما لا نستطيع تحقيقه، أن لا نعمل ما لم يطلب منا. فالاستقامة تعني التوسط، لأن الإنسان سواء أفرط أو أفرط ابتعد عن طريق الاستقامة، ولا سيما ونحن نعلم أنه لا يمكننا أن نعمل أكثر مما طلب منا، بل إن ما طلب منا قد لا يمكننا الثبات عليه بشكل 100%. وإنما المطلوب كما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. التسديد إصابة الهدف، أو التصويب تجاه الهدف، فإن أصاب فقد سدد، وإن أخطأ الهدف وكان قد قارب فقد قارب الهدف. في الدنيا إن أصبت أصبت، وإن أخطأت أخطأت. وأما في أحكام الله الذي يعلم مكنون النفوس التي خلقها ويعلم قدراتها، يقول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقارب. حتى المقارب وصل، حتى الذي يقارب، انظر إلى رحمة الله. القضية ليست كما نحاسب نحن غيرنا، وليس كما يحاسب غيرنا إيانا، وليس كما يحاسب الخلق الخلق، إما أن تأتي بشيء أو ليس لك شيء. أبدا، إن النية الصادقة والعزيمة الجازمة يحسب لصاحبها ما يحسب له لو أنه فعل، طالما أنه عجز عن أداء ما يمكن أن يفعله غيره. سددوا وقاربوا وأبشروا، البشرى ثابتة لهذا الذي سدد وقارب ولو أنه ما أصاب. أليس ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاستقيموا إليه واستغفروه؟ والاستغفار متى يكون؟ أيكون الاستغفار عند المعصية؟ بلى، هذا الأصل. لكن الله تعالى يعلم أننا وإن سددنا فقد نخطئ، وقد نقصر، وقد نفرط، وقد يذل الإنسان، قد تزل قدمك، لكن سدد وعد إلى الطريق. قد يتعثر الإنسان في الطريق فيقصر، وقد تزل القدم فينحرف، لكن عد إلى الطريق
فاستقيموا إليه واستغفروه، أي استقيموا إليه ما استطعتم ذلك، واستغفروه على التقصير الواقع بعد ذلك، لأنكم بشر لا تستطيعون أكثر من ذلك. فأي سعادة لعبد يعلم أن ربه يعفو عما يزل ويعده في عداد المستقيمين، طالما أنه قد استمر على العمل والمداومة جزء مهم من الاستقامة. ونبينا عليه الصلاة والسلام إما أن يكون طلب إلينا أن نكثر، وإما أن يكون طلب إلينا أن نداوم على الحق ونداوم على ما نستطيع وإن لم يكن كثيرا. الثاني هو المستطاع وهو المقدور للإنسان، وإنما يطلب الله منا ما يمكننا، فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لأن الله عز وجل يعلم ما أنت عليه. فإن ازددت من الطاعة فقد تكون تلك مرحلة، قد تكون مرحلة اجتهاد وهمة عالية ودوافع لها أسباب قد تزول. فإن أكثر الإنسان على نفسه قد يضيق عليه الأمر فيدع. لذلك المداومة على الطاعة وإن لم تكن في غاية الكثرة، وكل منا أعلم بقدرته، والله أعلم بقدرتنا وبصبرنا فيصبرنا، وربما يبتلينا لنعود إلى الطريق ولنستقيم لأننا قد نقصر. والعبد إذا داوم على الطاعة واستمر عليها فإن الله يحبها منه أكثر ممن لم يستمر عليها. هذا معنى يحتاج إلى فقه مع الله. العبد إذا أخذ الطاعة وداوم عليها حافظ عليها الله يحبها منه أكثر ممن لم يداوم عليها. هذا يفعلها وهذا يفعلها، ربما يفعلها الآخر بكثرة فيحب الله من العبد الذي داوم أكثر ممن يحب من العبد الذي أكثر. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولذلك من اعتاد طاعة معينة طلب إليه أن إذا تركها أن يقضيها. إذا داوم الإنسان على صيام بأيام معينة مدى حياته فإن ترك يوما فإنه يستحب له أن يقضي ذلك اليوم، مع أنه لا يطلب من آخر أن يقضيه. رأيت أثر الاستقامة، وكأن ربك يقول لك: أنت عبد مختلف، عبادتك مختلفة، ذاك وإن أدى عمله الكثير إلى طاعات كثيرة لكنه لم يسلك تلك الطريق التي أحب. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لكن العبد يحتاج إلى معين على الثبات على الاستقامة. الأمر ليس سهلا، والإنسان قد لا يجد من يعينه على دينه، فماذا يفعل؟ هنالك أسباب تعين على الاستقامة. أن يستعين الإنسان بربه سبحانه وتعالى، هذا أهم الأسباب، بالدعاء الدائم والذكر الدائم، بمجاهدة النفس والصبر على التعلم ومزاحمة الركب بين العلماء والتعرف على طريق الاستقامة، بالعمل الدائم بالطاعة ولو على صورة كما ذكرنا ولو لم تكن مكثرة لكنها ممكنة، بالدعوة إلى ذلك، لأن الإنسان إذا دعا إلى الخير فإن قلبه يميل إليه، وأما إذا لم يدعو إلى الخير فقد يدعوه غيره إلى الشر، بالصحبة والرفقة الحسنة. ألم تسمعوا إلى ذلك العالم الإسرائيلي حينما من بني إسرائيل، حينما جاءه قاتل 99 نفسا ثم قتل 100، هذا القاتل جاء تائبا فقال له ذلك العالم: لكن أرضك أرض سوء فلا تقم فيها، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإنها أرض طيبة. فأمره بتغيير الرفقة. أسباب كثيرة
ابحث عن أسباب الاستقامة، وربما يختلف بعضنا عن بعض في أسباب الاستقامة والأسباب المحببة له إلى الطاعة في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأصحاب وسير العلماء وتراجمهم بالذكر الحسن، بتذكير أخيك في الله، بالصبر والمصابرة، يستعين الإنسان على الثبات على الطاعة والاستقامة. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن العبد إذا استقام في طاعته لربه عز وجل إلى الممات فإن ذلك سبب في أن يحب العبد عند الممات لقاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقيل له: يا رسول الله، أكراهية لقاء الله لكراهية الموت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك أن العبد إذا جاءه الموت فبشر بالجنة بلقاء الله برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. إذن العبد المؤمن سيحب لقاء الله وإن كان في الدنيا قد يكره الموت، وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله فكره الله لقاءه. أي العبد غير المؤمن، العبد الفاجر المنافق الكافر، هذا لا يحب لقاء الله، لأنه يبشر بعذاب الله فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. عباد الله، وفي ذكر البشرى أبشر نفسي وإخواني أنه من فضل الله بعد رمضان وإلى يومنا ما زال هنالك ممن جاء في رمضان من ثبت، ونحن عندنا مقياس من المقاييس وإن لم يكن دليلا لكنه مؤشر: صلاة الفجر. لا أقول صف واحد، بل أكثر من صف أزيد مما كان قبل رمضان، فعندنا قرابة 6 صفوف في صلاة الفجر. والله هذا الشيء يبشر ويفرح. اليوم بعد الفجر قلت أنظر لأرى هل عادت الصفوف كما قبل رمضان، فوجدت الأمر ليس كذلك، ووجدت أن هناك زيادة، والحمد لله ومن فضل الله علينا وعليهم، لأن هذا الأمر من المبشرات. وفي ذكر المبشرات أختم ببشرى للمستقيمين ليست مني، من الله سبحانه وتعالى. واسمعوا إلى الآيات التي نختم بها هذا الكلام عن البشرى. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. انتبه، ما أحوج الإنسان عند موته، عند خوفه مما سيصيبه بعد الموت، وقد جعل العمر وراءه والأعمال وراءه، لا يدري ما الذي سيحيط به بعد ذلك، لا يمكنه أن يعمل حسنا، انتهى الأمر وسد الباب للعمل وفتح الباب للجزاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وانظر إلى إحاطة الزمان بذلك: لا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا على ما مضى، لا يصيبكم هم وغم وحسرة. فأنتم استقمتم في الدنيا، قلتم آمنا بالله وعملتم بذلك، إذن فلا تخافوا ولا تحزنوا، فالحمد لله.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن كنا نعينكم في الحياة الدنيا بأمر من الله، كنا أولياءكم في الحياة الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في القبر عند الخروج من القبور إلى البعث، في عرصات القيامة، وفي الجنة وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. كل ذلك ما هو؟ نزلا من غفور رحيم. نزلا، النزل ما يعده صاحب الكرم لضيفه. الضيف عندما يقدم على الكريم يضع له النزل. وتصور يا عبد الله لو كان الإنسان عند كريم مخلوق وقد أحسن إلى هذا المخلوق وأدى إليه كل خير وهو كريم، فإذا نزل بباب ذلك الكريم ماذا سيكون نزله؟ قال نزلا من غفور رحيم. لا إله إلا الله، من غفور رحيم. لماذا ما قال نزلا من جواد كريم، من غفور رحيم؟ نعم، انتبه يا عبد الله، الذي سيكرمك، الذي سيعطيك، الذي سيجود عليك يعلم أنك كنت مقصرا في الدنيا. فيا أيها المقصر، يا أيها المقصر، إن استقمت على طاعة الله ستجد الغفور الرحيم. نزلا من غفور رحيم يذكرنا استقيموا ولن تحصوا، يذكرنا سددوا وقاربوا وبشروا، إنك لن تستطيع أن تكون على 100%، فهو نزل لكن من غفور رحيم. غفور يستر العيوب ويغفر الذنوب، رحيم ستحيط بك الرحمة وتدخل دار الرحمة وتتعبد في دار الرحمة وتثبت وتدوم، لأنك كنت دائما على طاعة الله، فستدوم في الجنة إن شاء الله أبدا سرمدا، جنة عرضها السماوات والأرض، وجنة ليس لها نهاية، جنة لا تضيعها يا عبد الله بعمر هو لمحة في هذا الزمن، لا تضيعها يا عبد الله من أجل شهوة زائلة فيها لذة ساعة ولكن ألم إلى قيام الساعة. ونسأل الله ألا تكون سببا للبعد عن الله، فعد إلى الله واستقم على الطريق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدنيا إلى يوم القيامة، اللهم ارزقنا الاستقامة على الطاعة إلى الممات، اللهم ردنا إلى دينك الرد الجميل، اللهم فقنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم